كيف نصنع رزنامة رمضانية؟ نحتاج إلى كرتون مقوى، كرتون ملون، مقص، صمغ، مشرط، مسطرة، أشكال بيوت مطبوعة على ورق، قلم رصاص، علب كبريت. نقوم بقص شكل مربع أو مستطيل لقاعدة الرزنامة من شكل الكرتون المقوى وإلصاق كرتون ملون على القاعدة. نقوم بقص شكل بيت أو أي شكل مرغوب به ونزينه بالشكل المطلوب. نقوم بإلصاق كل شكل مع علبة كبريت. نقوم بإلصاق علبة الكبريت على القاعدة على الجانبين من الشارع. نقوم بقص كرتون أبيض على شكل مستطيل وإلصاقها للحصول على شكل شارع على القاعدة. نقوم بكتابة الأيام على البيوت بالترتيب. يمكن استعمال سيارة أو دمية حتى يستطيع الطفل متابعة أيام شهر رمضان بحماس وتسلية. هل تعلم؟ الحركة أثناء الصيام تخلص الجسم من الشحوم وتعمل على تنشيط التمثيل الغذائي للمخزون من الجلايكوجين العضلي إلى جلوكوز.